ليبيا الحدث. انا الحدث نحن يا سيدي كتجار وكمربيين مودنا للدولة اللي تدعمنا بعلاف بحيث اننا نرعوا المواطن في الاسعار. الغلا ما يريد احد، لكن اللي سيرت لنا ان الاعلاف والرعي غالي والدوله ما دعمتنا بشيء، ما دعموناش بعلف بحيث ان نرعوا الظروف. وزيتها يا زيت سعينا قعد، وش يدير تو المربي ولا التاجر؟ ولا السعي مكلف، اعطى بحولي مكلف 1000 جنيه، ولما يجي العيد تقول له بلف والله بلف 100 والله بلف 50، ما يستقبلهاش المواطن. نحن ما ودنا الا يرعونا ويرعوا هالناس. المصدر اللي نسرزقوا منه هو السعي. خطيه السعي والله ما عندنا حرف اخرى، خطيه مسليت هذه النبوه. بنقول لكم ما شاء الله كل عام طيبين، يعود علينا وعليكم بالخير ويمن البركات. بنقول لك جينا للسوق توا، وبنقول لك الاسعار مناسبه ومتنوع للجميع. ان شاء الله كل عام طيبين، يعود علينا بالخير والصحه والعافيه، ونصر جيشنا باذن الله، وان شاء الله كل عام طيبين. انت السنه وانتم طيبين يا ليبيين.